أن تستمع معنا في رئتي في ناية بنية بأسلوب معماري مدهش. أول استماع إلى نغمات البيانو الرنانة. كما يمكننا أن نجرب نشاطا بحريا جديدا مع نهاية الأسبوع، لننسى كل من الأعمال والضغوط وتستمتع بكل هذه النشاطات المميزة معا. نحن الآن في سعمة. نهاية الأسبوع متعة وترفيه. من المعروف أن شعمان مدينة ساحلية جميلة ولديها كثير من النشاطات المائية على الشاطئ، فهناك يوجد معيدات وخبراء يعلمونك أساسيات الغوص في غضون يوم واحد. كما يمكنك أن تتحدى سفينة الإملاق، لكن اليوم سأمارس نشاطا جديدا لأول مرة. معكم أوزالا، لننطلق معا. يعد البحار من النشاطات البحرية الأساسية للمدن الساحلية، وهو أيضا من أهم النشاطات الترفيهية في شعبه، وعليكم بتجربته إذ زرتم هذه المدينة. يطلق البحار على ميناء خليج أويان لقب أجمل ميناء بالبحار، إذ يضم 300 مرسى للمراكب الشراعية إضافة إلى الأرصفة المقابلة. فماذا مكان أكثر من رائع في شعبان لتجربة هذه الرياضة المثيرة؟ إنه ميناء الإبحار في خليج أويان. هذه تجربتي الأولى مع مركب الإبحار الشراعي. مع أن الجو اليوم ليس جيدا للغاية، ولكني لا أبالي بالأمواج أو الرياح لأني لدي مدرب محترف. كابتن غا، أهلا أهلا. كابتن، دام جينا الحان سين شو زيان؟ حان سين جو سو ومن تون زيغا وو يون وان دا تشاو سو لاي زي هو وان جي من فان شان زو راو جو سو لاي هوي تشابو دو 1 شاو سي جو سو ومن دا حان سين. 金门那边呢，就是离台湾很近了。对，金门就在我们前面，可以看得到那个山头就是金门。هذه التجربة الأولى في عالم البحار قدم لي كابتن غا المزيد من المعلومات المفيدة، وأولها كيفية التحكم في توجيه المركب. فالأمواج هادئة تارة وهائجة تارة أخرى، وعلينا أن تكون حذرين طوال الوقت. 舵放在中间。 لكن كيف يمكننا تحديد اتجاه المركب في المياه الشاسعة دون أي إشارة؟ لقد تعلمت تقنية جديدة وبسيطة، إذ يمكننا التحكم في تحديد اتجاه المركب وفقا لهذين الخيطين. نظرا لاهتمام مدينة شعمان بحماية البحر، شهدت جودة المياه تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما دفع عددا كبيرا من الدلافين البيضاء للعيش في مياه شعمان. على الرغم من غياب الحس لرؤية الدلافين الأبيض، إلا أن كابتن غو أسند إلي مهمة أخرى، وهي تغيير اتجاه المركب. ليس البحار النشاط الوحيد في خليج أويان. إذا لم تكن من هواة البحار،
يمكنك تجربة نشاط بحري آخر، مثلا ركوب اليخت. يقع خليج أويون شمالي شامل، ويجمع بين المناظر المائية والينابيع الساخنة والنباتات والأراضي الرطبة وغيرها من الموارد الطبيعية. تضم هذه المنطقة جسر أويون وجسر يويون ونادي البحار وحديقة الأراضي الرطبة وغيرها. إذا كنت من قوة الإثارة والمغامرة فعليك بتجربة البحار الشراعي. أما إذا كنت من عشاق الهدوء فيمكنك القيام بجولة بحرية على متن اليخت لاختراق نسيم البحر وإلقاء نظرة على الشام من زاوية أخرى والتمتع بجمال أشعة الشمس فوق البحر. تلقب مدينة شامن بألقاب مختلفة. هناك أفضل مدينة لسكن الصين، المدينة الحدائقية، المدينة المحاطة بالبحر. فالنظرة للعلاقة الخاصة بين الناس هنا وهذه البيئة، فيمكنك أن تستمتع بهذه المناظر الخلابة. شكرا على حسن متابعتكم لبرنامج سياحة الصين. معكم أوسالا، إلى اللقاء. أسبوع متعة والترفيه لكل مدينة مقصد سياحي مميز، مثلا المدينة المحرمة ببكين، البند الساحر لشنغهاي. إذا ما قصدت مدينة شامن فلا تفتك الفرصة لزيارة جزيرة قولانغي. قولانغي جزيرة صغيرة تقع قبالة ساحل شامن، ويفصلها عن شامن نهر لوجيان الذي يبلغ عرضه 600 متر، ويستغرق عبور النهر بالباخرة 5 دقائق. لا تتجاوز مساحة قولانغي 2 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يصل إلى 20,000 نسمة. تعد قولانغي أيقونة مدينة شامل، وتزخر بالعديد من المعالم الشهيرة. ويمكنك الاستعانة بخريطة قولانغي أو دفتر الأختام الخاص بها. وهذه مرة لن أستعين الخريطة أو ما يسمى بدفتر الأختان، لأنني أفضل التجول حر في هذه الجزيرة الحدائقية. في عام 2017 أدرجت قولانغي ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهو ما زاد في شهرتها على الصعيد العالمي. في قديم الزمان كانت قولانغي مجرد جزيرة صغيرة يسكنها عدد قليل من الناس، لكن بعد أن تحولت شامن إلى ميناء تجاري توافد إليها المستعمرون الأجانب لاصطدام أو الإقامة المؤقتة. تمتع قولانغي بموقع جغرافي متميز ومناخ معتدل ومناظر طبيعية خلابة، ما جذب إليها المزيد من الأجانب باعتبارها المكان الأمثل للعيش. هذه الحقيقة التاريخية تؤكدها تلك المباني ذات الأنماط المعمارية المختلفة. ولعل أقوى دليل على سحر وجمال قولانغي هو رؤية المقبلين على زواج في جميع أنحائها لالتقاط صور الزفاف. فقد اكتشفت ذلك بنفسي عند وصولي إلى هذه الجزيرة. شرط العادة في الصين أن يقوم العروسان بالتقاط صور قبل الزفاف، على أن تعرض كل هذه الصور أثناء حفلة الزفاف. لذلك يمكنك أن ترى كثيرا من الشباب بأزياء الزفاف في قولانغي. ربما هذا النوع من التراث المعماري الأجنبي في قولانغي يعجبهم أكثر. تتميز قولانغي بشوارع هادئة ومباني تاريخية، وتكتسي الجدران ومداخل البيوت بالزهور والنباتات الزينة.
يمكنك مصادفة القطط التي تتمشى بحرية على الطريق، ولذلك تلقب قولانغي أيضا بجزيرة القطط. يبدو أن هذه القطط الجميلة هي أصحاب قولانغي.好，你好，第一次来我们家吗？是啊。可以靠近我这边，你喝一杯我们家的招牌哦。这个呢，叫玫瑰焦糖，之前有喝过吗？没有，这是玫瑰花茶吗？不是花茶哦，它是经润海藻糖和法国进口的千叶莓，经过200度的高温熬制的，有润肠暖胃美肤的一个效果哦。你得喝啊。各位，那我要尝一尝。没关系，小心烫哦。请你吃一颗我们家的牛轧糖吧。对，会喜欢抹茶的吗？试试吧。来，谢谢。这个呢是我们家的明星口味，很多小女生都特别喜欢，很清新细腻。对。那为什么会有就糖猫这样一家店呢？因为我们老板最先呢是想给他女儿过生日，想亲手做糖给他女儿吃。他女儿吃完了感觉。很喜欢，然后他就想把这一份甜蜜健康呢分享给大家，就是有了糖猫这家店。好暖啊！难以تصور أن قصة بسيطة وراء هذه الحلويات يغمرني شعور بالدفء وتراودني رغبة في مشاركة هذه اللحظات الجميلة مع أصدقائي. قولانغي جزيرة جميلة صغيرة تمنحنا صفاء ذهنيا وروحيا افتقدناه كثيرا في المدن الكبيرة. تعرف الآن أنا في قولانغي وقد علق قلبي بهذا المكان الجميل. يعز علي أن أتركه لأعود إلى بكين الآن، وكم أود العيش في هذه الجزيرة ساهرة. بما تنصحني؟ شكرا على حسن متابعتكم لبرنامج سياحة في الصين، معكم أوسالان، إلى اللقاء. نهاية الأسبوع متعة ترفيه. عندما تتجول في جزيرة قولانغي يمكنك التمتع بسماع نغمات البيانو الهادئة، كما ترى العديد من المعالم الموسيقية. ولهذه الجزيرة الصغيرة لديها لقب مشهور ألا وهو جزيرة البيانو. والآن لنبدأ رحلتنا اليوم للموسيقى. هناك العديد من الألقاب التي ارتبطت بها قولانغي، ومنها حديقة فوق البحر، لؤلؤة البحر، جزيرة البيانو. بسبب تأثيرات موسيقى الكنيسة الغربية تسرب حب الموسيقى إلى أبناء قولانغي، وسعت أغلب العائلات إلى امتلاك آلة البيانو. وفي العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كان البيانو هو المهر الذي يقدمه الشباب للعروس وأهلها. لا عجب إذن في ظهور المئات من العازفين المشهورين على هذه الجزيرة الصغيرة التي تتمتع بأجواء موسيقية ساحرة.
أسس متحف قولانغي للبيانو في عام 2000، وهي متحف البيانو الوحيد بالصين. يعرض فيه أكثر من 70 آلة بيانو القديمة، جمعها المخترب الصيني هو يويي، ما يسمح للزوار بالتعرف على تاريخ تطور البيانو خلال 200 سنة الماضية. يبلغ عمر البيانو الأقدم بالمتحف نحو 200 سنة، بينما يصل عمر البيانو الأحدث إلى 100 سنة. كثيرا ما شعرت بالغبطة إذا أعزف البيانو، لأني أعتقد أنها هواية راقية للغاية. لا يشتهر البيانو هنا بتاريخه العريق فحسب، بل يتميز بأنواعه المتعددة وأشكاله الفريدة أيضا، من بينها البيانو المذهب النادر وأقدم بيانو رباعي في العالم، وأكبر وأقدم بيانو القائم، والبيانو القديم ذي 8 دواسات واللوحتين مفاتيح. ويتميز أيضا بأن مفاتيحه البيضاء من الأعلى والسوداء من الأسفل. إضافة إلى ذلك، يوجد بيانو بشكل زاوية قائمة، وبيانو يدوي تستخدمه الفرق المتجولة. واليوم جاءتني الفرصة لأحقق حلمي في العزف على البيانو. يتضمن هذا النوع من البيانو دواسة ويعمل بشكل آلي، صنع في عام 1836، وتم إدخال 5 نغمات مشهورة إليه، وفكرة العزف عليه تعتمد على استعمال الدواسة بالقدمين بشكل إيقاعي، فتصبح الموسيقى تلقائيا. تم بناء حديقة شوجون في قولانغي عام 1913، وكانت في الأصل حديقة خاصة لأحد الأثرياء من تايوان واسمه لين عجيا. جرى تصميم الحديقة بشكل عبقري وفقا للتضاريس الطبيعية، وتنقسم الحديقة إلى جزئين وتندمج بانسجام مع البحر، ما يتيح للزائرين فرصة الاستمتاع بجمال الحديقة وروعة تحليق طائر النورس. كل سنة صينية تحمل اسم حيوان معين، ويعتقد الصينيون بأن مواليد سنة ما يأخذون بعض الصفات لهذا الحيوان. مثلا مواليد سنة التنين يمتازون بالشجاعة، ومواليد الحصان يمتازون بالقوة. فهذه 12 حيوانات تختفي في هذا جبل الحجارة، لنبحث عنها معا. يأخذ التقييم الصيني دورة زمنية تتكون من 12 سنة، وكل سنة تحمل اسم حيوان معين، وهو ما يعرف بالأبراج الفلكية الصينية. وفي هذه الحديقة ثمة مكان نُدحت فيه أشكال الحيوانات 12، وعادة ما يبذل الزوار أقصى جهودهم أثناء التنزح للبحث عن هذه الحيوانات، أملا في جلب الحظ السعيد لأنفسهم وذويهم. توجد مجمعات سكنية فريدة تسمى تولو، أي المباني الترابية، في محافظة نانجين بمقاطعة فوجيان. هيكلها الرئيسي مصنوع من الطين والخشب، وقد أدرجت تولو في قائمة التراث العالمي عام 2008، وهو ما جعل منها وجها معروفة على المستوى العالمي. الآن قد فهمت قصد المخرجة، ولا أستطيع الانتظار لأرى ما في داخل هذا المبنى المميز. و8 و9 و10
أدري إن كنت مررت بهذه الغرفة أم لا. كل سلم يشبه الآخر. يا ترى هل هذه هي الجهة الشرقية أو الغربية؟ والله لا أدري أبدا. كل هذه الأسئلة تبحث عن أجوبة عاجلة. 大哥，那住在这儿的人都是一家人吗？是一个文道流的家族，几百年前都是一家，清明拜拜啊，这些都是一起去的，大家一起去的。 يعد مبنى إيشان الذي يعيش فيه السيد ليو أقدم مبنى ترابي في نانجين، ويرجع تاريخه لأكثر من 700 سنة. لا يزال يحتفظ بحالته الأصلية، ولديه اسم آخر دونتاو سيواي لو، أي المبنى الأي بالسقوط. 以前这个建土楼的时候，一个木工师傅跟泥水师傅来完成这个土楼。一二楼是木工师傅建的，建了到 第三楼的时候，那个木工师傅要承建一个第二个工程嘛，要出去再建土楼，就交给几个徒弟，几个徒弟一起要超出师傅，根据沿楼外向内挤压的力学原理，所以他三楼是顺时针向东倾斜，到四楼矫正回来，五楼逆时针反方向向西倾斜，哈，所以变成中华一节。 这个楼里面有多少间房子呀？楼它每层是54间，五层总共有269间。啊，为什么两百六？因为我们客家人喜欢2689，把进大门的两间合并一间。2689它比较吉利。تنتشر مباني تولو في مقاطعات فوجين، جيانغسي وغوندونغ. وتعد تولو الحاكة بمقاطعة فوجين الأكثر شهرة بينها. كان أسلاف الحاكا من قومية خان يعيشون في حوض النهر الأصفر، لكنه قرروا الانتقال إلى فوجين جراء الحرب الدائرة حينذاك، وبنوا هذا النوع من المباني السكنية لكي توفر دفعات قوية ضد الأعداء. في البداية بنيت تولو بشكل مربع، لكن تولو دائرية هي الأكثر تمييزا في الإطلاق. تتمتع تولو الدائرية بالتهوية الجيدة والإضاءة الملائمة، وقد تتألف تولو من 3 إلى 5 طوابق. يخلو الطابق الأول من أي نوافذ لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، ويضم المطبخ والحمامات وغيرها، والطابق الثاني لتخزين المواد، أما الطوابق الأولوية فتستخدم للإقامة. والغرف كلها متساوية المساح نحو 10 أمتار مربعة للغرفة الواحدة، والمنافع الأخرى كلها مشتركة، ما يعكس مفهوم المساواة بين جميع السكان دون تمييز. انظري إلى هناك، هي مباني تولو أكثر تمثيلا في جميع نانجين وفي كل أنحاء فوجين، وأطلق عليها المحليون باسم لطيف جدا، سيتايتان، يعني 4 أطباق وحساء واحد. يبدو من شكله أن الاسم مناسب جدا، أليس كذلك؟ عادة ما تبنى تجمعات تولو السكنية بين الجبال والغابات. وصف معمار ياباني مباني تولو بأنها طبق دائرة ساقطة من السماء وفطر نابت من الأرض. وهناك كنز آخر دفين في أرض نانجين، إنه غابات الخيزران. تشتهر نانجين ببراعم الخيزران الشتوية، وأتجه الآن إلى إحدى الغابات لاستخراج بعض البراعم بمساعدة السيدة تشن. <音>看竹子嘛，竹林看竹子有没有茂盛的啊，比较绿的啊，哎，竹根看竹根从这那边过去，这边过去啊，笋就长在这边前后，这边没有竹根没有过去，它就不会长笋。陈叔，怎么判断这个竹根的方向啊？竹根方向看竹头啊，它那长那这边出来的啊，那个竹根就横过去的。
是这样子。哪边出来的竹头？哦，这个就是竹头吗？头对对，这个就叫竹头。竹头，那个竹头在这边呢、哦，那竹根肯定是这样横过去，这样子。أعتقد أني فهمت الآن، لكن لا يزال من صعب أن أعثر على برائم الخيزران. من الأحسن أن أستمع إلى تعليمات السيدة تشين، فهو صاحب خبرة كبيرة، وقد نصحني بالصبر والمثابرة على العمل. عادة ما تنتج برائم الخيزران في فصل الشتاء من منتصف شهر أكتوبر إلى يناير، وهذه أفضل فترة لاستخراج برائم الخيزران. تحظى برائم الخيزران الشتوية بسمعة اليشم الأبيض الذهبي، ويحتى أفضل الخضروات. مقارنة مع برائم الخيزران الربيعية والصيفية، تعد البرائم الشتوية الأفضل من حيث النوعية والقيمة الغذائية العالية، كما تطبخ بعدة طرق، ومنها القلي أو الطحي على البخار أو مع الحساء، ما يعطيها مذاقا شهيا وطازجا. في نهاية الحلقة علي أن أشكر المخرجة لاختيار هذا المكان الرائع، على أن المناظر الطبيعية هنا خلابة وساهرة، ومباني طولو مميزة وفريدة، والعتيمة طازجة ولذيذة. شكرا على حسن متابعتكم لبرنامج سياحة في الصين. معكم أوصالة، إلى اللقاء.